أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء المفتوح مع الدكتور يونس مخيون. هو معي عبر الأقمار الصناعية من دمنهور في محافظة البحيرة. ربما كان الجزء أو المحاور التي تم طرحها عليه في الجزء الأول هو تفسير الحزب وقيادات الحزب إلى هذه الانتقادات التي توجه إلى الحزب وقياداته من قبل مجموعة، من قبل أحزاب سياسية أو حركات زي تمرد، أو من قبل حتى وزارة الأوقاف، ومن قبل أيضا مجموعة كبيرة من التصرفات. ربما انتقل الآن إلى المحور الثاني في هذا النقاش. يتبقى فقط دكتور يونس مخيون، لو تسمح لي، يعني كيف تتعاملون مع الدعوات التي يقيمها البعض لبحل الحزب؟ يعني أول امبارح دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل دعوة مقامة بحل الحزب ليوم 17 يناير المقبل. كيف تتعاملون مع هذه الدعوات تحديدا في الحزب؟ اولا بالنسبه لل احنا الدعوات ديت لا اصل لها. هم هذه الدعوات مقامه على اساس ان الحزب ده حزب ديني، وليعلم الجميع ان هذا الحزب تم انشاؤه في ظل نفس الماده الموجوده الان اللي كانت في الاعلان الدستوري ايام المجلس العسكري الفتره الانتقاليه الاولى. نفس الماده انشا الحزب، وحزب النور ليس حزبا دينيا، هو الحزب يحظر على ان الحزب انشاء حزب على اساس ديني. ومعنى انشاء حزب على اساس ديني ان هو يعني الحزب يكون قاصرا على دين معين او مله معينه، وهذا غير موجود عندنا. نقبل احنا اي مصر حتى مسلم مسيحي عايز ينضم للحزب، نحن على الرحب والسعه. الامر الثاني انه يحتكر الكلام باسم الدين، ونحن لا نحتكر الكلام باسم الدين، بل احنا اكثر حزب كان حريصا على اعطاء مكانه عظيمه للازهر في الدستور السابق، وكنا نحارب من اجل ذلك وننادي ان يكون الازهر هو المرجعيه وترجع له مكانته وريادته ويرد الامر الى اهله. احنا لا نحتكر الكلام باسم الدين، احنا حزب سياسي، ولكن لا يمنع ان كلنا مرجعيه اسلاميه كالحزب الاشتراكي المرجعيه الشرفيه الى اخره.